هذا الأمر له سبب معنوي وأسباب حسية. أما السبب المعنوي فهو الشيطان، فإن أعظم ما يثقل على الشيطان مجالس العلم، من أعظم ما يثقل على الشيطان مجالس العلم. إن من أعظم ما يثقل على الشيطان مجالس العلم، وهو حريص على أن يصد عنها، فمن استطاع أن يصيده قبل أن يصل إليها رضي بهذا، ومن لم يستطع أن يصطاده قبل أن يجلس في مجالس العلم فإنه يشغله عنها. فقد يكون الشرود وقلة التركيز بسبب وساوس الشيطان، فيوسوس الشيطان للإنسان حتى يصرف ذهنه، وهذا يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة واستعاذة بالله من الشيطان، وكلما خرج الذهن أعاده صاحبه سريعا. فعلاجه بذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان والمجاهدة والمصابرة. وأما الأسباب الحسية فهذه قد تعود إلى تعود الذهن على هذا، أو لأمور تتعلق بما وهب للإنسان، وهذا يمكن التخلص منه بالدربة والتمرين والمجاهدة والمصابرة. ومن أعظم بل أعظم ما يفيد الذهن في هذا الباب قراءة القرآن، جلاء للذهن سبحان الله، وتقوية للذهن، ولا سيما مع الحفظ، فهذا من أعظم ما ينتفع به طالب العلم حتى يركز. وذكر بعض أهل العلم بعض المأكولات تعين على تقوية الذهن والذاكرة والتركيز، مثل أكل الزبيب أو نحو ذلك كالمكسرات وأكل السمك، وهذه دلت عليها التجربة، فهذا ينفع إن شاء الله مع كثرة الدعاء. إياك أن تحتاج إلى شيء ولا تطلبه من الله، احذر، إن احتجت إلى شيء فاطلبه من الله، وأكثر من الدعاء، وألح يا ربي يا ربي وأنت موقن بالإجابة.